أهلا وسهلا. ما عندي كتير وقت. تفضلي. بيتك حلو الله يهنيكم. تشربي شي؟ لا. اقعد لحتى نحكي. خلص شحن موبايلي، هلا امي بتقلق علي. حط لك ثلج. شكرا. نحن كان فينا نلتقي برات البيت مؤيد، يعني هلا اذا اجت معنا وشافتنا بتتضايق. لا تخافي، هي مع رفقتها هلا. شو ناوية تجي على العرس؟ ان شاء الله. ما بدي. يلا لشوف إلي. أنا وأخي مهند إلنا ماضي مشترك ووجعنا مشترك وجروحنا مشتركة، وإنتي واحدة من هالجروح. مهند كان عشقانك، على الأغلب إنه هو يلي حبك قبلي يا جميلة. بس أنا اعترفت لك قبله. أنا بورجيكي بس شوفي كيف بتسكر التليفون يا بنت. اهدي بقى يا كوثر، إن شاء الله ما يكون صاير مع أي شيء. ألو زينب، جميلة إجت لعندك شيء؟ لا خالة كوثر، أنا ما شفتها من بعد الظهر. مهند بلاقيه عند علي هلأ؟ لا يعني ما بتوقع، حسب ما بعرف مهند بالبيت وعلي بده يشوف نعمة. لا صاير شي؟ لسه جميلة لهلأ ما أجت على البيت وتليفون مسكر، مت من الخوف. طيب بلكي هي مع بدر بيك؟ لا مو معه، من شوي أنا اتصلت بالشركة والأمن قالوا لي إن هي طلعت لحالة. والله خليتيني خاف عليها. معقول يكون صاير معها شي مو منيح؟ شو بدي ساوي يا ربي؟ لا تفكري بشغلات سيئة فورا. وين بدها تكون لكان؟ زينب والله رجلي ما بقى يحملوني من الخوف عليها. لو على القليلة منلاقي رقم تليفون هاد الزلمة اللي بيضل وراها ونحكي معه، بلكي هو بيعرف لوين راحت. طيب سكري الحق، اتصل فورا بمهند وجيب رقمه، أكيد بيكون معه الرقم. اتصلي. الله يوفقك يا زينب. رح اتصل فورا. أي حبيبتي زينب. ليك مهند، جميلة لسه ما رجعت على البيت. كيف يعني ما رجعت؟ اتصلت فيني الخالة كوثر كتير قلقانة، لسه لهلأ ما رجعت وتليفونها مسكر. انت معك رقم هداك الزلمة؟ قصدي اللي انت حاطه ليراقبها. معي معي، لا تخافوا، لو في شي سيء لا سمح الله كان وصلني خبر فورا، يعني انتو اطمنوا. طيب فيك تعطيني رقم الزلمة؟ الخالة كوثر بدها اياه. خلص انا هلأ بتصل فيه وبخبر الخالة كوثر. انت كمان اطمني لا تخافي. طيب مثل ما بدك يا روحي. انتو وينكن؟ نحن بأتيلار. ليش شو في بأتيلار؟ والله ما بعرف. جميلة خانم كانت عم تمشي بالشارع وهي عم تبكي من بعد ما تركتك يا معلم.
بعدين حكت مع واحد بالتليفون وركبت بتاكسي واجت لهون. انت وين بالضبط؟ وصف لي المكان لشوف. أتيلار شارع الزهور ثالث بناية على اليسار عن مؤيد. شو قلت معلم؟ ما في شي، بس فتح عيونك. مفهوم يا ابني؟ حاضر يا معلم. يلا كوسر خانم، انا اتصلت مع الزلمه. ايه لا تقلقي، ما في شي بيخوف. جميله ملتقيه مع وحده من رفقاتها وقاعدين بكافيتيريا وشكلهم مو حاسين بالوقت. طيب ليش لكان تليفونها مسكر؟ والله ما بعرف، بس بجوز خلص الشحن. يعني المهم هلا انت طمني بالك، ما في شي، ما في شي بيخوف. لك هي كيف بتساوي هيك؟ مو معقول تصرفها ابدا. والله خفت يكون فرحات مساوي لها شي شغله، كنت بجن ساعتها. لا لا هدي اعصابك، ما في اي مشكله، كل الامور تحت السيطره، بتجي بعد شوي. شكرا مهند، عذبتك معي. ما يهمك خالي كوسر. خير، لوين رايح؟ رايح لعند علي. استغفر الله، من شوي اجيت يا ابني، شو رح ياخذك؟ كن وقعد وشوف شغلك بقى. شو مو سامعني؟ اسمعني، انا رح روح، في موضوع كتير مهم. قلت لي موضوع مهم، لنشوف شو رح ينفعك عليه. الله يصبرني عليك. هداك اليوم كان جايب لك شغلي، على أغلب هدية. مهند ما عطى المصور حق الكاميرا يلي انكسرت، لأنه اشترى لك هدية بكل المصاري اللي معه. بتذكر اجى على بيتك وقتها وشافنا ونحن عم نبوس بعضنا، عرف وقتها أنه في علاقة بيناتنا. هالشي طبعا صدمه، بعدين راح على بيتنا وهو معصب كتير، وبس شافه أبي سأله إذا راح ودفع المصاري للمصور. وقتها صارت خناقة كبيرة بينه وبين أبي، وبعدين مهند طلع من البيت وراح يسكر. مؤيد خلص لا تكفي،